سو هذا العنوان الأساسي كان. هو الأول صفحات عملته. أكثر الأشياء اللي لقيتها أونلاين كان فيها يعني كان فيها كتير كتابات عن ماي، بس كلهن عن إنه هل هي كانت حلوة أو لا، هل كانت طويلة أو قصيرة، هل كانت تحب ولا بس عقاد، ولا كانت تحب جبران، ولا كانت تحب طه حسين، ولا هن كانوا يحبوها هي ما تحبون، ومين تكبرت على مين ومين تكبر عليها، يعني قصب إنه يعني كل هال، وكلهم بيقولوا إنه كانت عبقرية وبتحكي 8 لغات وبتكتب ومدري شو، بس ما هو بيخلصوا بسطرين والباقي كلهم إنه مين حبت ومين قال لها شو قالت لمين. هذا الشيء اللي هيك انه استفزني، انه بدي ارجع اخبر قصة مي على القليلة مثل ما انا عبالي اسمعها، وهوبفلي مثل ما هي عبالي تسمعها. بفتكر انه شيء فني محلات تتمسخر، ان كان على المجتمع او على حاله او على هيدا، فكان كمان شيء اكتشفته. وهي كتير كاتبة عن مجاعة، كاتبة عن كتير قصص عن التغيرات المتصرف وشو كيف عم يتصرف بلبنان وكل هالأشياء، فكانت حدا متابع أخبار وكانت تكتب سياسة. هذا شيء أنا اكتشفته لأنه مولا مرة بنحكي أنه في مرة بتكتب سياسة، فكمان كان في بعد يعني طبقة عم نكشف طبقة ورا طبقة، بس ضلينا نصلح أشياء ونزيد أشياء. وهيك هيدا الكتاب